حصات البرج هي صخرة أثرية في مصب وادي النخر، نقشت عليها عن طريق الضرب على السطح أو الطرق رموز ونقوش صغيرة لبشر وجمال مستأنسة وخيل. سميت الصخرة بحصات البرج لأنه كان عليها برج جرفه السيل فيما مضى، يشبه البرج الذي يمكن رؤيته من فوق الصخرة في أعلى الجبل. ومن أشهر الرموز على هذه الصخرة رمز الدائرة التي يقسمها خطان مستقيمان متعامدان، وهناك رمز كأنه خريطة أو ساقية تجري إلى قطع متجاورات. ويبدو أن نقوش الصخرة ترجع إلى الفترة التاريخية نفسها التي تعود إليها نقوش مماثلة اكتشفت شمال السلطنة، كنقوش صخرة وادي الحمراء ونقوش صخرة الخابورة. ولقد عزى الباحثون التشابه بين بعض نقوش الصخور في مناطق مختلفة من العالم إلى أصل مشترك أو إلى الهجرات البشرية، في حين اقترح آخرون أن بعض النقوش نقشها كهنة وهم في حالة متغيرة من الوعي جراء استخدام نباتات تسبب الهلوسة، في حين بيّن غيرهم أن بعض الأشكال التي تتكرر في فن الصخور في العالم أشكال فطر عليها العقل البشري.